يتواصل غياب اللاعبين محمد النهيري وعبد الإله مذكور عن الحصص التدريبية للرجاء الرياضي، حيث يخضعان لبرنامج علاجي بهدف التعافي في أقرب وقت والتمثل للشفاء. ويشكو النهيري من إصابة على مستوى الفخذ، في حين يعاني مذكور من إصابة على مستوى العضلة الضامة. من المقرر أن يعود لاعبو فريق الوداد الرياضي للتدريب استعدادا لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنغولي. هذا وقد منح الإطار الوطني وليد الركراكي أمس الأحد يوم راحة للاعبيه قبل العودة للاستحقاقات القادمة. سلط الاتحاد الافريقي لكرة القدم عقوبة الايقاف على الرئيس المنتدب لنهضة بركان عبد المجيد مدران لمدة عام كامل مع تجميد اي نشاط له مرتبط بجهاز الكاف، وذلك على خلفية سلوكه في مباراة سيمبا التنزاني برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الافريقية. سجل المغربي اشرف حكيمي رابع اسرع انطلاقة في دوري الدرجة الاولى الفرنسي، وبلغت سرعة انطلاقة حكيمي 22.7 كيلومتر في الساعة. وساهم المغربي في احتلال باريس سان جيرمان صدارة الترتيب بتسجيله 3 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلزام الترجي التونسي بخوض مقابلتيه القادمتين في دوري الأبطال بدون جمهور، وذلك بسبب إلقاء جماهيره الشهب الاصطناعية على أرضية الملعب، وذلك في مواجهة النجم الساحلي برسم دور المجموعة.